بمشاركة نجوم قدامى من لاعبي نادي الجهاد وعدد من لاعبي أندية سورية مغتربين، أقيم كرنفال نادي الجهاد الرياضي بنسخته الثالثة في ضواحي مدينة ريكلينغهاوزن الألمانية. ويقام الكرنفال سنويا كتذكار ووفاء لنادي مدينة قامشلو الذي كان منافسا في الدوري السوري لسنين وخرج منه العديد من نجوم كرة القدم السورية. وشهد الكرنفال مباراتين، الأولى بين لاعبين من فريق الجهاد تحت 35 عاما وفريق زاغروس الرياضي، وانتهت بفوز الجهاد. أما المباراة الثانية فجمعت قدامى نادي الجهاد ونخبة من نجوم الأندية السورية، وانتهت أيضا بفوز الجهاد وسط تشجيع من الجمهور الذي أكد على وفائه لنادي مدينته هنا في المغترب. ساوينا هالكرنفال لنعطي صورة لشعوب العالم أنه هاي هيك نحن شعب سورية، ودائما نحن على الوفاء والحب والاحترام مع بعض. كل سنة عم نساوي بهذا التوقيت لنجمع هالشباب ونعمل شيء فرحة أو كرنفال حلو لأصدقائنا وأحبابنا واللي قضينا معهم أغلب أوقاتنا وأغلب أيام عمرنا. أنا عم بدرب فريق منستر، فريق براتي اسمه، كلهم أكراد وعرب كمان فيهم وإيزيدية كمان فيهم، يعني مختلط، وفي إلنا تحت 18 سنة كمان وأولاد كمان. وهلا نحن بصدد إنه نبني مجلس رياضي كردي بألمانيا أو بأوروبا، وأنا ومروان والشباب كلهم، وبدنا نحاول إنه نطور الرياضة الكردية أو هيك. نتمنى إنه دائما الكرنفالات تداوم وتستمر، والحمد لله عم نشوف بعضنا، وذكريات الرياضة وكرة القدم وذكريات البلد وسوريا وحبيبتنا سوريا نتمنى ترجع مثل ما كانت وأحسن. الهدف الأول والأخير اندماج اللاعبين بين الأجيال، اندماج وزج اللاعبين القدماء مع الجدد، يعني ربط بين اللاعبين القدماء والجدد، هذا الغاية منها، والتقاؤهم كل سنة مرة، يعني مثل ما يقول نتعرف على بعض، نحكي بواقع البعض. في قسم يعني حاليا عم يشتغل بالسلك التدريب، كمان حاليا عم يسوي دورات. هدول طبعا نحن على أمل هدول ياخذوا هالخبرة كلها ويرجعوا على بلادنا إن شاء الله. أجواء رياضية وحماس جمهور ذكرنا بأيام نادي الجهاد في الدوري السوري والوفاء لفريق مدينتهم الذي لطالما أدخل الفرحة إلى قلوبهم. عماد تلاتي، قناة اليوم، ريكلينغهاوزن،